مرحبا. عمر اسمح لينا الله يحفظك. الحمد لله بداها علي بوس حلبي انا يعرفها هو. الحمد لله كانت واحد القتاليه كبيره. واخا خصم كان بريمير سيري ودرجه عاليه عندنا في البول ديالنا، ولكن الحمد لله قدمنا واحد المقابله هي الكبيره اللي برانا ان الانتصارات اللي كانت هنا في كاس العرش ما كانتش عن زهر ولا شي حاجه، جات عن عمل ان شاء الله، ونكملوا ان شاء الله من هنا لقدام يكون الخير ان شاء الله وتوفيق. اشكيد اسكي لا الله يحفظك ليا. كان الحمد لله ونشكروا على هذا الانتصار، هذا كنهديو لجميع الساكنات المنصوريه واخوان كاملين والاخوان اللي كانوا في احداث الشغب ديال النادي المكناسي. كنتمنى من الله يطلق سراحهم وهنيئا لجميع مكونات المنصوري على هذا الانتصار. الحمد لله بعدا على هذا الربح هذا. انا درك على الفوز، انا درك على انا درك على الفوز هذا. الحمد لله كنبغي نشكر الله على الفوز اللي عطانا. الدراري كانوا تبارك الله في مستوى، ما همناش الخصم شكون هو. الحمد لله قمنا بمقابله اللي تليق بينا احنا كلعابه، وبغيت ندي هذا الربح هذا الجمهور اللي ما كانش حاضر معنا، والغياب ديالو كان حافز لينا باش نقدموا واحد المقابله اللي في مستوى.